thank you يا طلبه وطالبات الصف الاول الثانوي اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد والنهارده ان شاء الله هنعمل موديل ديكزما على أونيتي موديل ديكزما كامل خدوا بالكم منه لان ده اول موديل ديكزما كامل عايزين ده نموذج للامتحان اللي بيجي في نص السنه واحنا عايزين ايه نعرف اسلوب الامتحان بيجي ازاي فتابعوني انتوا هتلاقوا نفسكم بتستفيدوا من ايه هذا الفيديو طبعا إكزاما إنيتي ما بأول سؤال وأول سؤال طبعا زي ما كلنا عارفين إنه بيجي عبارة عن اتنين دوكمو يعني قطعتين فهم هما الاتنين يا ولاد شوازي يعني هما الاتنين اختار من هيدينا هيدينا على كل قطعة أربع أسئلة عليها أربع اختيارات إحنا بنختار الإجابة الصحيحة على كل سؤال على حسب القطعة اللي هي اللي موجودة قدامنا. القطعة اللي موجودة قدامنا دي أول قطعة فيهم اللي هي عليها أربع أسئلة موجودين قدامكم أهي عبارة عن الديالوج والديالوج لازم نعرف مين بيكلم مين فهنا عندنا اتنين بيكلموا بعض واحدة اسمها نرمين وواحدة اسمها إيه سلوى سلوى بتقول لنرمين بونجور نرمين برضو بتقول لسلوى بونجور سلوى كومو ردت عليها سلوى قالت لها بونجور سافا سوبر بيان إتوا نرمين قالت لها بيا ميرسي تيا دي نوفيل كوبين انت معاكي صديقات جديد جداد سلوى قالت لها وي جو دو كوبين انا عندي اتنين سارة اتين كوبين دو تنس سارة صديقتي في التنس ونجلاء اتين كوبين دو باسكت ونجلاء هي صديقتي في الباسكت فنرمين قالت لها كومو إلسون يعني هم إيه صفتهم سلوى ردت عليها وقالت لها ساغا إيس سيابلة يعني سارة تكون اجتماعية إيس ومبتسمة مي نجلاء إتميد لكن نجلاء إيه خجولة بتتكسف يبقى كده ده عندي الديالوج الأسئلة طبعا عليه هتكون في منتهى السهولة طبعا انتوا كلكم هتعرفوا وتجاوبوها فأول سؤال بيقول لي سو ايه يعني الدوكمون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديالوج ولا ان كارت ولا ان لتر ولا ان مال واضحة جدا انها هي عبارة عن ديالوج طيب يعني سارة ام سارة بتحب ايه؟ سارة بتحب ايه؟ اه سارة بتحب التنس تري برافو نجلاء نجلاء ايه الصفة بتاعتها تيميد ولا سوسيابل ولا سيغفيابل ولا سريانت طبعا الإجابة الصحيحة بتاعتي اللي هي إيه تيميد سارة إيه سارة تكون دو سلوى سارة إيه علاقتها بسلوة بسلوة هي عبارة عن لكوبين دو سلوى هي ايه صديقة سلوى ده كانت الدوكمو الأولى يبقى ده أول جزء من السؤال الأول عليه أربع أسئلة اختياري ركزوا معايا بعد كده عندي الدوكمو الثانية زي ما انتم شايفين شكلها كده عباره عن ايميل الايميل بيبقى مكتوب من فيه د من فلان ا فلان والابجي بتاعنا بيكون الموضوع كذا طبعا وهو واضح قدامكم جدا مين اللي كاتب الايميل ده موجود تحت سريال تحت اسمه سريال وبعته لمين بعته لجون سريال بيقول لجون جو تو باغل دو مي انا بكلمك عن اصدقائي الموجودين معايا في الليسي جولي فيكتور وبول انا عندي ثلاث اصدقاء اللي اسمه جولي وفيكتور وايه وبول جام بوكو انا بحب اصدقائي جولي ام لو باسكت جولي بيحب الباسكت بدأ يعرف كل واحد فيهم بيعمل ايه إلى إنتيليجون إنسوسيابل هو ذكي وإجتماعي وفيكتور إم بوكو لا ميزيك فيكتور بيحب الميوزك إلى رومانتيك إتيميد يعني هو رومانسي وخجول وبول إم لو فوتبول وبول بيحب الفوتبول إلى جورمان نيرفو يعني هو مفجوع أو بياكل كتير ونيرفو ونرفس بارلو موا دي تي امي كلمني عن اصدقائك بارلو موا دي تي زمي يعني كلمني عن اصدقائك سيريال انا اللي كاتب لك جواب اسمي سيريال يا جو طيب يبقى يعني سيريال بارل دو كاميراد ايوه بيتكلم عن اصدقاء بتوع ايه بتوع الكلوب ولا الليسي ولا سيبر كافي ولا بيتكلم عن اصدقاء دو كلاس طبعا هو بيتكلم عن الاصدقاء اللي موجودين معاه في الليسي بول إيه؟ تيميد ولا باسيونت ولا نيرفو ولا رومانتيك الاجابه الصحيحه طبعا نيرفو فيكتور ام بوكو فيكتور بيحب ايه اكتر حاجه بيحب الموسيقى لا ميوزيك مين فيهم انتليجون ايوه جيلي هو الانتليجون يبقى كده دي تاني قطعه يبقى كده انا اكتملوا عندي ايه 8 اسئله ب 8 درجات كل قطعة عليها أربع أسئلة ب 8 درجات في القطعتين الاثنين وكل قطعة فيهم طبعا في أربع أسئلة وشوازي من كاتر هنختار من أربع إجابات إجابة صحيحة سافا واضح أول سؤال نشوف تاني سؤال طبعا هو السيستم بتاعه جديد السنة دي بدال أربع اختيارات على كل سيتياسيون على كل موقف يعني بيحط لك في موقف وانت بتختار من كل آه كانت السنة اللي فاتت واللي قبلها سنين اللي قبلها من اختار من أربع اختيارات لا السنة دخل خلاهم خمس اختيارات وفيهم اتنين صح وإحنا بنختار الاتنين الصح ركزوا معايا أول مرة تانية إنه بيكون في كل سيتياسيون خمس اختيارات فيهم إجابتين صح أنا بختار الإجابتين الصح لو اخترت إجابة واحدة بس صح وسبت الإجابة التانية هتحسب لي درجة إنما لو اخترت الإجابتين الصح وعلمت عليهم طبعا بيتحسب لي إيه درجتين يبقى أنا كده أنا عندي أربع سيتياسيون أربع مواقف بتمن درجات ليه لأن في كل موقف فيه اتنين اختيار فيه اتنين اختيار صح زي ما احنا هنشوف كده فبيقول لي زونت ان كوبين تي دي يعني أنت بتقدم صديقة. هتقول هتقول إلسا بالمازن ولا كومو إلسا بيل ولا سيمون كوبا ولا هتقول إلسا بالبسمة ولا هتقول فوازي ما كوبين خد بالك انت بتقدم كوبا ولا كوبين انت بتقدم كوبين يعني انت بتقدم صديقة يبقى مناش دعوة بالمسكولة خالص يبقى اول اجابة غلط تاني اجابة غلط وتالت اجابة غلط ليه لان كلهم بيتكلموا عن ولد ما عدا اللي هي في النص ده سؤال وطبعا هو مش عايز سؤال هو عايز إجابة بيقول لي تو بريزونت تو يعني أنت بتقدم حد إن أنت بتقدم صديقة هتقول إيه طبعا الإجابتين بتوعي الصعاح اللي هي الأخرى هما الاتنين آخر إجابتين اللي هي إلسا بالبسمة صديقتي اسمها بسمة فواسيما كوبين هذه هي صديقتي ده الطريقة اللي أنا هقدم بها صديقتي وهو الإجابتين الصحاح هما آخر إجابتين السؤال الثاني بيقول لي أو السيتواسيو الثاني بيقول لي أون إحنا بنقول جو ما يوسف كون يعني أنا أقول أنا اسمي يوسف إمتى لما بكون جو ما بقدم نفسي لما أكون جو بريزونت أنا مي بقدم صديق تاني ولا جو دوماند لتا أنا بطلب الحالة أو بسأل عن حالته الصحية ولا جو لو كاركتير أنا بسأل عن الصفات الشخصية ولا جو دي مونو بقول اسمي أنا الإجابة فيهم الصح طبعا الإجابات الصح هتظهر قدامكم في السؤال الأول والثاني كده السؤال الأول والثاني السيتياسيو الأول والثاني طبعا السيتياسيو الثاني هنقول جو موف خيزونت أنا بقدم لكم نفسي وأقول ج دي مونو وقت ما اكون بقول جوما في اليوسف يبقى انا بقول الحالتين دول بقول جوما في خيزانت يعني انا بقدم نفسي او اكون بقول الاسم بتاعي السيتواسيون رقم ثلاثة بيقول لي توري ميرسي تونامي يعني انت بتشكر صديقك ال دي هو هيقول ايه احنا عايزين رده هو رده هو هيقول ايه يعني انت بتشكره بتقول له شكرا هو هيقول لك ايه هرد عليك ويقول لك ايه ايوه نشوف الاختيارات هيقول لي بونجور ولا هيقول لي ميرسي ولا هيقول لي بعد ولا هيقول لي سافا ولا هيقول لي انهي هي الاجابه الصح انهي اجابتين صح فيهم طبعا هو هيقول لي وهيقولي وهيقول لي بادو كوا يعني احنا ما عملناش حاجه اللي هي بعد كوا يعني عفوا رقم أربعة السيتياسيون رقم أربعة بيقول لي تو تو بريزونت ا نوفو ال تي دي هو هيقول لك يعني انت بتقدم نفسك لصديق جديد هو هيرد عليك ويقول لك ايه هيقول لك ايه هيقول لك سافا بيان ولا هيقول لك اونشونتي ولا هيقول لي جو سوي كونتون دو تو ولا هيقول لي ميرسي ولا هيقول لي اوروفوار يعني انت بتقدم نفسك لصديق جديد هيقول لك ايه ايوه الاختيار بتاعنا الصح طبعا هيقول لي انشانتي يعني تشرفنا دو تا يعني انا مبسوط ان انا ايه عرفتك ده بالنسبه للسيتوياسيون يبقى نركز ثاني ونقول ان انا عندي اربع مواقف كل موقف فيهم عليه خمس اجابات منهم اجابتين صح وانا بختار الاجابتين الصح لو انت عديتهم اللي هم موجودين قدامكم دول اللي هم الاختيارات اللي احنا اخترناهم هتلاقيهم ويتش يعني تمن اختيارات كل موقف فيهم فيه اختيارين صح وانا علمت عليهم اهو قدامكم واحنا ايه نعود نفسنا على هذا الاساس ونتدرب على هذا الاساس على السيتياسيون يبقى هنختار اتنين مش هنختار واحدة بس سوا سوا اتمنى الامور تكون وضحت السؤال الثالث يبقى احنا خلاص خدنا السؤال الاول اللي هو عبارة عن دكمو السؤال التاني اللي هو سيتياسيون اللي هو الجرامير السؤال التالت اللي هو الايه؟ الجرامير. يقول لي شو لو مو كونفينابل طبعا بيكون سبعة مش تمانية احنا هنا في واحدة ايه زيادة فبيقول لي شو لو مو كونفينابل وده كله جرامر اللي درسناه اثناء اليونت يقول لي سي كوبين دي يا ولد ولا بنت سوبر سي سيبر سوبر كوبين ولد ولا بنت طبعا هي يا ولاد هتكون اكيد مية في المية بنت فهنختار اين سوبر كوبين السؤال الثاني بيقول لي جو بريزونت فيكتوار جو بريزونت فيكتوار يبقى انا بقدم لك فيكتوار ولا بقدم لنا فيكتوار ولا بقدم لي فيكتوار دي على حسب كده احنا هنختار طبعا جو تو بريزونت فيكتوار هتكون الاجابه هي تو جو ناديه هتبقى جو ما بيل ناديه سهله مارتين إيه هنختار صفة تكون في مني عشان مارتين بنت فهتبقى سوسيابل سافا إيه أنا بقول له أنا صحتي كويسة وانت هبقى أختار انا فيهم أيوة كده إتوا إتوا يبقى سافا إتوا إيه سي نوت إن في أورديني سي إن في أورديني ها هتبقى إيه الإي إس تي طبعا ورا سي أبصرف هتيجي الإي إس تي على طول سي في أورديني بنت منظمة. اللي بعد منها رقم سبعة بيقولي إلي يبقى عايزين أداة الاستفهام أداة الاستفهام اللي بتسأل عن الصفة ايه؟ كومو هنقول كومو إلي مش هتنفع كي لأن هي كده ولا كده موجودة الال ومش هتنفع كال ومش هتنفع كال اللي هي الفيميني هنختار على طول كومو إلي دافيد كانزون. يبقى دابيد اه كان زير بافوار مع ال بيبقى اه ده كان بالنسبه لسؤال جرامير سبعه عليهم سبع درجات ده بالنسبه للسؤال الثاني بالنسبه للسؤال الثالث يا اولاد يبقى اول سؤال الدوكمون القطع ثاني سؤال السيتياسيون وثالث سؤال اللي هو الجرامير شوف رابع سؤال و... هنكمل الامتحان بتاعنا يا اولاد ووصلنا للسؤال رقم أربعة والسؤال الاخير والسؤال الاخير ده بيتكون من شكلين الشق الأولاني فيهم الإيميل وبيجيلك بالطريقة دي ريبوند سيتو ميل جاوب على الإيميل ده والإيميل طبعا كلنا عارفين إنه بيقول ده يعني من من اللي بعت الإيميل هبة وآه بعته لسلمة والأورجيه بتاعه أو الموضوع بتاعه هو بريزنتيسيون لما نيجي نجاوب على الإيميل لازم نعكس الحاجات اللي هو قالها لي يعني الدو تبقى ا آه والا آه تبقى دو يعني بدل دو هبه هيبقى دو سلمى لانه سلمى لا ترد وانت هتعتبر نفسك سلمى او انت هتعتبري نفسك سلمى وهتبداي ترد على الايميل فبنكتب دو سلمى آه ا هبه دو سلمى ا آه هبه والاوبجي بتفضل زي ما هي اللي هي بريزونتاسيون طيب الايميل اللي جاي لي بيقول لي سالو هرد عليه واقول له ايه هقول له نفس الإجابة نفس الكلمة سالو تيا دي كوبان دو كلاس أو دو كلوب كومو إي سون كومو إل سون كال سبور تلام يبقى أنا هو اقترح عليا تلات أسئلة لازم أجاوب عليه تلات إجابات هجاوب عليه على حسب ترتيب الأسئلة اللي هو بيسألهاني فلو أول الأول سالو هرد عليه وأقول له إيه سالو بيقول لي تيا دو كوبين دو كلاس أو دو كلوب أقول له ايه وي سما ما كوبين دو كلاس إيه سلمة ما كوبين دو كلوب كومو إلسون ايه يعني هما إيه الصفات بتاعتهم سما إيه جانتي وسلمة إيه جورموند سبورت تلام يعني هما بيحبوا رياضتي آلام لوتينس هما بيحبوا الايه التنس ده بالنسبة لايه للايميل يبقى الايميل هو عبارة عن ثلاثة اسئلة انا بجاوب عليهم باخد عليهم اربع درجات اخر شق من السؤال واخر جزء من الامتحان كله اللي هو السيجي الموضوع تريت <applause> لي سيجي سويفون دو كانز من كانز يعني اكتب في الموضوع ده من خمستاشر لعشرين كلمة بيجيب لي كلمات مساعدة بستعين بيها في الموضوع يقول لي بغيزون تتوا او ريست دو كلاس او او لا كلاس نو و دو سبور الكاركتير يعني ايه يعني بيقول لي قدم نفسك لزملائك اللي موجودين في الفصل ولازم تقول في التقديم ده انه والنوم دو سبور والكاركتير أقولها إزاي؟ أقول طبعا بونجور جو مابل سالي أنا اسمي سالي جاملو فوتبول دي الرياضة المفضلة اللي هي نوم دو سبور وجو سوي سيمبا إي سغيانت يعني سيمبا سغيانت دي الصفات بتاعتي بكده أعزائي الطلبة يكون انتهى موديل ديكزما طبعا انت بتطلع على نماذج أخرى للامتحانات وبتجاوب عليها ولو في أي سؤال إحنا تحت أمركم في أي وقت تعالوا اسألوا وإحنا هنجاوب عليكم وهنقول لكم الإفادة الكاملة أرجو أنكم تكونوا فاتوا من الفيديو ده كده الفيديو بتاعنا خلص نطر فيديو سو على فيديو بخوشان على بخوشان فيديو لحد ما نتقابل في الفيديو الجاي أتمنى لكم كل توفيق وأقول لكم أوروفوار أبيان تو